اخر شيء مثلا اتفضل حسن تمييز الامام بسجادة للصلاه هل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الامر سهل، قد يستنبط ذلك من قول النبي عليه السلام ناولين الخمرة، الخمرة زي السجادة، ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، كان في خمرة يصلى عليها، قد يستأنس لكن لا تتنطع في مثل هذه المسائل. نعم بارك الله فيك، الله يكرمك.